طبعا مش بابلو اللي تليق، انا اللي تليق لان انا فاشل. ماشي يا اسطى، انا باد بوي والله. تليق على دماغك انت؟ لا باد بوي ولا نيلة يا اسطى. انت تعرف بابلو ولا جات كده؟ لا طبعا اعرفه، بس معرفوش معرفة شخصية. بابلو حاجة كبيرة يا وليه يا رهبو. بحبك يا ابن قلبي. عندك كام سنة يا وليه؟ مش هينفع خلود، خلود بلاش يا خلود، فضايح يا اسطى. سابتك وراحت كلمت اخويا. ليش مش هنفرح بيك ولا ايه؟ ولا نوب يا جو يا جو. يا ولا نفرح ايه يا لا يا جو؟ انا عايز كتاب رعب. قول اسمك يا عم. قلت لك والله جزار ونص ميت وشفر دافينجي. ما انا كل مره بقولهم هم او لا هو انا في كتير بس انا مش فاكر، يعني انا مش فاكر قوي. دين 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 اخويا العظيم. اخويا ايه اكتر جمله قريتها حلوه؟ كانت بتاعت كانت بتاعت قال لها دوستويفسكي. لا مش دوستويفسكي، كان قال لها لم اخونك حتى في احلامي. شوفي الكافر ما خانهاش حتى احنا بتبقى قاعده جنبينا مساء الخير اسمك ايه؟ دوستويفسكي بقى كان روسي اصلا. لسه جاي من ايه؟ من الشم. قول بحبك يا بسنت في الفضائيات. بحبك يا بسنت في الفضائيات. العربيه والاسانسير وحشونا والله. وانا لسه جاي من الجيم ومرنا العضوله وكله تمام. جدع يا محمد يا والله العظيم. انا المشكله اللي عندي دلوقتي، هل انا سالتهم سؤال وانا بقى بدفع الاشتراك وانا كده بتأزم بتأزم وانا بدفع؟ والله العظيم بس انا غبي، انا غبي. لان انا سالت السؤال بالعكس، انا سالتهم قلت لهم ايه هو لو في كورونا ومصر قفلت انا ايه وضعي في الجيم؟ قال لا يا فندم هنجمد لك بس انا نسيت اقول له لو انا اللي جالي كورونا هتعملوا ايه؟ يا ترى يرضوا يرجعوا لي الفلوس؟ الله ولا يرجعوا ولا ليه والله. العيال زعلانه عشان الكورونا بتخف بالاحصائيات بتاع الطلاب يا عيني. تعيش في السويد ولا في مصر؟ والله يعني خلينا في الصراحه، يعني انت معانا ولا انت مش معانا ولا والله بص يعني انت مش هتعرف. لا شكرا بهجة. الله يسترك يا اميره. كتب علم نفس محمد صادق ده فشيخ، و اسمه دون اسمه دون ستيفن اركوفي افشخ، وديكارت افشخ افشخ، وارسطو. هات بقى من اول ارسطو، هات من اول ارسطو. ده ارسطو ده فشيخ قوي. قول بحبك كمان. عيب كمان مر في المايك. احكي لنا شويه مواقف من بتوعك يا عم. لا يا عم ده في حوار حصل كان بتاعك الزباله، مش هينفع اقوله هنا عشان في ناس كتيره. طب انت حاطط صورتي اعمل لك بلوك ولا ايه؟ مش عارف مش عارف. كنت زعلانه وبعيط وانت خليتني اضحك. ربنا يشفيك ادود ده، ربنا يسترك ادود. انا لو الاهل ايه يا اسطى؟ في واحده بحبها جدا بس بكلمها وهي مش بترد ولا بتعمل سين، وبتعمل وبعت لها طلب اد بس هي ما قبلتوش. ايه يا محمد يا حبيب قلبي؟ مستني ايه تاني يا حبيب؟ خلاص هي فاضل ايه تسيب لنا دي يا عم؟ كفايه كده يا عم. لا يا اسطى بص، يعني التدقيق في اكتر التفاصيل هيتعبك. يعني خد بالك ان في ناس بتحبك بس انت حبيبي مش عايز تبص. اه والله انت مش عايز تبص، انت بتبص للي ما بيحبكش لان ده طبيعه الانسان. الانسان بيحب الحب الصعب. بص جرافات اهي ممكن اعملها لك جرافات. فالانسان بيحب الحب الصعب اللي هو المستحيل اللي هي مش هتيجي دي. كل ما كان مستحيل كل ما كان بيحب. فانت بقى خليك ازيك يا ساره، ازيك يا ساره وازيك. فانت بقى خليك حنك ومحنك وحب الحب السهل. واحده بتحبني احبها انا افرح قوي اللي بتحبني. يعني شكسبير قال لك قبل كده ان التدقيق في الحب او التدقيق بيموت الحب. يعني التدقيق ده هو اللي بيموته. انا كان عندي مدرس نهائي وهو مات من 3 سنين. لو عايزني ادعي له اقول له ايه؟ ربنا يرحمه. تقولي ربنا يرحمه؟ ربنا يرحمنا كلنا. اي حد ربنا يرحمه. انا ما ازيك يا ريم؟ دخل نسواني يا جماعه. حاضر يا اسطى. ايه اللبنانيه فاتحه يا اسطى؟ يا اسطى انا ما بطلبش من حد يدخل معايا. عايز لازم مبدئي انا ما بطلبش من حد يدخل معايا اطلاقا. يعني اي حد بيطلع معايا تعالى اخدك معايا، لكن انا ما بطلعش مع واحده. فاهم حاجه؟ يعني انا ما بطلبش، فاهمني؟ اي حد ليه؟ صباح الفل. انا طالع يا باشا عشان مزاجي مش عشان حاجة. الفيس بتاعك اسمه ايه؟ جو موسى. هو نفس الاسم الاكونت ده، والانستجرام نفس الكلام، واليوتيوب نفس الكلام.
طب احكي حاجة تنفع، ينفع تتحكي؟ ما ينفعش. كل حاجة ويا مصايب. انا جيت فين النسوان؟ امين. كمل حوار مجدي يا اسطى. يا لهوي. لا مجدي، انا ابويا يا اسطى عامل مني كورة جمباز. انت عارف يعني ايه يلاقوا ثعبان في البيت؟ انت مدرك؟ انستجرام نفس الكلام، واليوتيوب نفس الكلام. مدرك تفتح كده تلاقي تعبان، والتعبان بص له كده، ايه ده مصريين تاني؟ بس انا عملت عبيط، واصبعي وبموت، لا ارجوكم تعالوا الحقوني يا ربي. لا، لان انا ساعتها لو كنت قلت ده انا اللي جايبه، هو انا قلت انا اللي جايبه، بس ابويا كان هيشخلعني. انا عملت لهم فيها المريض ورحنا المستشفى وما فيش حاجه، يعني ما خدش حاجه، وابويا بقى مش عارف يمسكني ولا يمسك التعبان. لا موت انت دلوقتي، تعالى نقضي على التعبان. هو يا القراطيس دي، ازيك يا عبد الله؟ مين بس يا اسطى؟ مش هينفع نقول هنا عشان الرقابات يا عم. يا ريتني ايه، هات نسوان ابوس. ايه يا عم، في ايه يا عم، في ايه؟ مش عارف ازاي اقدر انجح. قال لك قول رايك في روايه ما لا نبوح بيه. الروايه دي انا بقراها دلوقتي، انت فكرتني بيها والله، انا قريت نصها. ما لا نبوح بيه، ايوه، بتاعتني ولا بتاعت البنت اللي كانت بتحب واحد، بس انا توهت فيها. ايوه، انا فاكرها البنت. ايوه، ما لا نبوح بيه، كانت لطيفه، بس انا ما كملتش، مش عارف ليه، لان انا بتوه، انا بتوه في النص يا اسطى. انا فاتح لك بالبقتي، عارف انت جاي عايز خنجري، خنجري هنا وخنجري هنا، اوعى والله انا ما ينفع. بس قتل ابن. طب الناس اللي قاعده عملت ايه؟ اللي كانت قاعده عملت يا باشا، كان في ناس بتنط من الشبابيك، من دوت مش اخواتي. الفضيحه اللي حصلت مش في البيت اكتر ما في الاتوبيس. انت عارف الست كانت بتقول الفاظ ما ينفعش اقولها لك، لما شافت التعبان مرمي على الارض كمان. وطبعا احنا كلنا واقفين، انا وفوزي واقفين، ايه ده؟ مين ده؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ قلنا احنا المنقذين وشدنا في الباب، بقى كان باين ان انا داخل بيه.
اخويا لا ما توريني، ده كان صغير توريني يا ابني، بس ما توريني يا حبيبي، بس يا عم وريني. وري وريت اوه شد من ايدي. ماشي جيران قلبي.